اهلا بحضراتكم. دايما يوم الخميس الفقره الاخيره فقره مميزه مع نجم مميز على مستوى النقد الرياضي وعلى مستوى تحليل الاداء. النهارده معانا كالعاده يوم الخميس محمد الباز. طبعا محمد مساء الخير عليك، دايما بتنورنا يوم الخميس ودايما عندك الجديد بشكل مختلف وارقام جديده. عندك ايه النهارده؟ مساء الخير كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وجمهور النادي الاهلي. عندنا النهارده كونتي توتنهام، يعني الفكر الدفاعي الحديث، ازاي طور الفكر والمنظومه الدفاعيه بالترانزيشن بالسرعات بالتيمبو بالتحولات اللي بيطلع من الفكر الدفاعي. الناس كلها بتقول على كونتي ملك الفكر الدفاعي العقيم. هو دايما بنتكلم على، دايما لما بتجيب سيره الكره الايطاليه المدربين الايطاليين بتتكلم على الشكل الدفاعي القوي. صحيح. جدا مع يعني منشيني. صلابه في الدفاع على سبيل المثال مانشيني المدير الفني للمنتخب، لكن ايه اللي قدمه كونتي جديد لتوتنهام؟ بالظبط، هو كونتي مع توتنهام هو وصل في نوفمبر او 11 2021، لعب مع توتنهام 27 مباراه في البريمير ليج حتى اللحظه اللي احنا فيها ديت. تخيل في يعني احرز 56 هدف من توتال 64 هدف، هو رابع اقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي حتى الان على عكس كل التوقعات بالشكل الدفاعي. صلابه دفاعيه، لكن واضح من الارقام رقم كبير جدا على مستوى طبعاً. على مستوى الاهداف بشكل كبير يعني. بالظبط، هنشرح تكتيكيا ازاي هو بينجح بالتكتلات الدفاعيه والطريقه بتاعته باللو كومباكت والدفاع الخلفي في حاله عدم حياسه الكوره. بيلعب دايما 5-4-1، السيستم بتاعه المشهور 3-4-3، وده السيستم او الفورميشن اللي كسب بيها الدوري الانجليزي مع تشيلسي في 2016 2017. هنشوف التطور اللي عامله بترانزيشن سريع باللعيبه، طبعا الادوات اللي معاه زي سون وكين وكل المنظومه. عايزين نقول بس حاجه سريعه كابتن هاني، في الماتشات الاخيره طبعا احرز سكورز كبيره جدا، يعني احنا اهمهم طبعا ايفرتون 5-0، نيوكاسل 5-1، طبعا استون فيلا 4-1، واخر مباراه كلها نتائج بسكور عالي بسكور عادي. ولكن زي ما بقول هنتكلم على الارقام، هتتكلم انت كمان تكتيكيا ازاي كونتي قدر بشكل مباشر انه خلاص هو المنافس الاول للوصول للمركز الرابع، يمكن فرصه صحيح. افضل من الارسنال. لكن خلينا نتكلم على الشخصيه قبل ما نتكلم في شخصيه كونتي اللي شفناها مع توتنهام، والشخصيه العصبيه، الشخصيه يعني الروح العاليه اللي بيساهم في فريقه انعكست على اداء كمان فريقه من الناحيه الخططيه. طبعا يعني اتعكست بشكل كبير جدا، هو من افضل المدربين اللي بتعرف تفهم الخصم بشكل كبير جدا، بتفهم ادواتها وازاي استغلها بشكل كويس جدا. هو الفريق الوحيد اللي وقف طبعا المان سيتي في يعني فوز في الدور الاول والدور الثاني، ايضا فوز على المان سيتي، هو اللي وقف ليفربول حتى في اخر مباراه 1-1 في التعادل اللي شفناه. فكونتي بيلعب بفكر كلنا بقى نقاط القوه عند كونتي وازاي بيشتغل مع توتنهام. كونتي توتنهام 3-4-3 بيعرف يستغلها بشكل كويس جدا، بيلعب بثلاثة سنتر باك في الخط الخلفي، ليهم دور كبير جدا في ترانزيشن، لهم دور كبير جدا في البيلد اب هنتكلم عليه. طبعا اهمهم داير ودافيز وبالظبط كده وروميرو، يعني الثلاثة سنتر باك. والميزة اللي عنده او نقاط قوة عنده هو الوينجات، دايما بيطير الباكين، الباك اليمين والباك الشمال، هنتكلم عليهم النهارده بشكل كبير جدا، سواء كان ايمرسون في ناحيه اليمين او سيستون في ناحيه الشمال. طب خلينا نتكلم، وبتتكلم على البيلد اب، في اشكال مختلفه للبيلد اب، البيلد اب مختلف من مدير فني للتاني. صحيح. ازاي بيشتغل البيلد اب؟ كنت ازاي بيشتغل البيلد اب مع توتنهام؟ بالظبط، دايما البيلد اب عند كنت بيبدا من الخلف، بيبدا من المدافعين. دايما تبدا من الخلف اكيد. بالظبط، ولكن هنا بقى نقاط القوه او التركايه اللي عند كونتي هنا اللي بيقدر يستغلها هو عن طريق ديفيز، وعن طريق طبعا ديفيز في ناحيه اليمين هو الباك اليمين او الثلاثه سنتر باك زي ما قلنا 3-4-3، دايما ديفيز وروميرو، وزي ما قلنا دايما بتبدا من هنا الكوره. هنا ديفيز عينه دايما على سون او كين، الميزه الوحيده اللي بيقدر يستغلها هنا في البيلد اب هو نزول كين لنص الملعب، لان بنزول كين لنص الملعب بيسحب معاه الخصم. يعني بالظبط، انت بتتكلم دلوقتي هو ما بيعتمدش على وسط الملعب، دايما بنتكلم على البيلد اب ان انت التدرج بين خط الدفاع لخط الوسط لخط الهجوم. كنت بيشتغل ان الاثنين السرد باكين او الخط الدفاع بيستغل ان كين بينزل لتحت مع انطلاق سون، وبالتالي بينقل الكره سريعا من الثلث الخلفي
للثلث الهجوم. عنده شكلين دايما في البيلد اب من الخلف للامام، دايما بداير داير دوت اللاعب السنتر باك زي ما قلنا مشهور جدا في الدوري الانجليزي ان هو اكتر لاعب لعب باللونج باصص لكين، دايما نزول كين هو بيستقبل اللونج باص او بيلعبها من عن طريق الوينج خالص اقصى الجناح الشمال، ويبدا البيلد اب سريعا من عن طريق داير ثم ديفيز، وديفيز على طول بيلمح كين بينزل له في نص الملعب يسحب معاه ثلاثه من الخصم. ويبدا هنا لو احنا كملنا في الهجمه ديت ديفيز هو دايما هنا هو الاساس، هو الكي، هو المفتاح في البيلد اب. الصوره دي من فوق بتورينا ازاي على طول بينزل له هاري كين لنص الملعب، بينزل نص الملعب بيستلم، وهي دي الديناميكيه اللي دايما كنا بنقول عليها الثنائيه ما بين سون وكين. بمجرد نزول كين على طول سون بينطلق في ناحيه الشمال، نفس الكلام ناحيه اليمين كلوفيسكي هو برضو بيلعب دور كبير جدا، ولكن الشكل اللي معانا بيخلق مساحه كبيره جدا بسرعته سون، وعلى طول بيرجع له في التحول ويروح معاه طبعا كين، وده الهدف اللي شفناه في المان سيتي. المان سيتي طبيعي، يعني انت مختصر ان هو بيعتمد بشكل كبير البيلد اب على سرد باكين او باك شمال او باك يمين، وما بيعتمدش بشكل كبير على واحد من وسط الملعب، بيعتمد على هاري كين اللي بينزل بيستلم مع انطلاقات سون، وبالتالي بينقل الكوره في اسرع وقت من الثلث الدفاعي للثلث الهجومي. على العكس مان سيتي دايما رودري هو اللي بينزل كنص ملعب، هو اللي بيساعد او معظم الفرق الاوروبيه او الفرق عموما دايما نص ملعب بالزبط. هو الكي، ولكن هي دايما بتتم من خلال السنتر باك او من خلال الاجنحه. طب النقطه اللي عايز اقف عندها كمان اللي مرتبط بالبيلد اب والشكل اللي انت بتتكلم عليه، لازم يكون في تحول سريع جدا من طبعا. الحاله الدفاعيه او من الحاله ان احنا بنبني للحاله الهجوميه، عمليه السرعه دي بتتم ازاي؟ دايما عندهم في الترانزيشن بشكل كبير جدا بيعملها من عن طريق داير او زي ما قلنا من عن طريق الاجنحه. الباك الشمال دايما هو دايما معظم اهدافه من ناحيه الشمال، دايما كابتن هاني زي ما قلنا كين، كين اللي بيساعد بشكل كبير جدا في التحولات ديت. يعني الناس تقول طب كين هو رقم تسعه هو بوكس، صحيح احنا شايفين هنا كين اكنه بيلعب ثمانيه، هو بيلعب ثمانيه، هو دايما بينزل بيبدا الهجمه على طول بيحصل ديناميكيه ما بينه وما بين سون. التحول صحيح. التحول السريع والكاونتر اتاك اللي بيعمله هو ده هي دي الكره الحديثه اللي خلقها كونتي مع المنظومه او الطريقه الدفاعيه اللي بيلعب بيها دايما. هنا بص يا كابتن، في حاله لازم نقف هنا في حاله الارتداد السريع دايما تلاقي اربعه او خمسه من التوتنهام ظهروا معانا في الكادر، خدوا مساحات بسرعتهم، كلوفيسكي من ناحيه اليمين او سون او هاري كين، ودايما معانا في ناحيه الشمال سيستون اللي دايما بينطلق كوينج. زي ما قلنا في البدايه مفاتيح لعبه الوينجات سواء كان الباك اليمين او الباك الشمال، طريقه او نجاحه ايضا في نزول كين وديناميكيه ما بينه وما بين سون وكلوفيسكي. ده على سبيل المثال خلق مساحه كبيره جدا وادى المساحه للتسديد، ده كانت كلوفيسكي وشاطها طبعا الحارس صدها، كان في مباراه ليفربول الاخيره. طبيعي ده شكل ترانزيشن من الحاله البيلد اب للوصول باسرع وقت لعمليه الوصول للثلث الاخير او الثلث الهجومي للخصم. صحيح، هنا بقى مثال مهم جدا بيورينا السرعه والتيمبو في التحول. يعني لو المثال دوت تمك قطع الكوره هنا، سون قطع الكوره واقف لوحده تماما، اللي بص معانا في الكاميرا ما فيش خالص على واحد وهاري كين بعيد كمان، يعني حتى هنا ثلاثه، يعني في ثلاثه من ليفربول طبعا مش متمركزين. ده السرعه في الارتداد الترانزيشن بنتكلم عليه. الصوره هنا بتوضح سون في لحظات في فيمتو سكند تلاقي ثلاثه اربعه بسرعه كبيره جدا، يعني وصل من ثلاثه على واحد او ثلاثه على اثنين، وصل العكس، وصل اربعه على ثلاثه بالنسبه لتوتنهام. ده الترانزيشن اللي بتتكلم عليه، سرعه خط النص في التكمله وسرعه هاري كين كمان. سرعه هاري كين، سرعه طبعا كولوفيسكي من ناحيه اليمين، بقى الشكل اللي شايفينه يا كابتن هاني الزياده العدديه مع التحول السريع والتيمبو اللي دايما بنشوفه من توتنهام في حاله قطع الكوره والترانزيشن من الدفاع للهجوم. جميل، ده شكل برده خلق فيه طبعا زياده عدديه، تم بص الكوره وخاصة انت ده كمان امام ليفربول كمان، يعني ليفربول معروف حتى القوة الدفاعية وخط النص الهايل، لكن قوة زي ما انت اتكلمت توتنهام مع كونتي اللي هو عملية ان انت عملية الترانزيشن تبقى سريعة جدا على مستوى السرعات، عندهم سرعات كبيرة. صحيح. زي سون وهاري كين، وده استغلها في ان الضغط العكسي هو أكبر مشكلة عند ليفربول، لأن هو لما بيفقد الكرة طبعا من أجنحة سواء كان من ناحيه اليمين او ناحيه شمال، فدايما الارتداد السريع من عن طريق توتنهام بالطريقه اللي شرحناها هي دي ميزه كبيره، وده استغله حتى في المباراه ديت، تقدر يعني يتفوق تكتيكيا لحد كبير في اوقات كثيره من المباراه. طيب الحاله الدفاعيه بقى، يعني بتتكلم الشكل الدفاعي اللي بيلعب بيه توتنهام،
زي ما قلنا السيستم بتاعه 3 4 3 وبيخلق منها 4 1 4 1، ولكن ده في حاله طبعا حيازه الكوره، فحاله عدم حيازه الكوره او في الشك الدفاعي زي ما احنا شايفين كده، هو التكتل الدفاعي بيلعب ب 5 4 1 او في اوقات يعني ممكن نلاقيهم 5 5 واقفين، ولكن هنا يعني الشكل ده كان امام ليفربول، الكره دي جون يعني الناس تستغرب، دياز جابها جون دياز، وده الاعتماد على يعني المهارات الفرديه، التسديد من خارج المرمى. انت دلوقتي لما بتلعب قدام فريق بيعمل تكتل دفاعي اللو كومباكت زي المشهور بيه توتنهام مع كونتي، ازاي تستغل قدراتك في التسديد من خارج المرمى في المهاره الفرديه، ده اللي عمله دياز. احنا بس بنركز اكتر برضو محمد، ساعات الكثافه العدديه كده قدام حارس المرمى ساعات تبقى مشكله، وده اللي حصل في جول ده، ان طبعا دياز لم الكره في الجزء دوت وشاط خبطت في واحد من المدافعين وغيرت اتجاهها، لكن انت بتتكلم على السيستم في حاله عدم الاستحواذ على الكره، إيه طبعا 5 4 1 1 وده الشكل اللي شايفينه، والمساحات قريبه يعني شايفين هاري كين رقم 10 يعني تقريبا مسافه ما بينه وما بين السيرفيس باك حوالي 20 متر، ده المسافه اللي بيلعبوا فيها يعني. حتى سن في الارتداد حتى بيقربوا 15 متر زجالو عامل شغل عالي يعني. يعني زجالو مظبطنا يعني في حتى بالمسافات ورينا المساحات وبيضيقوا المساحات ازاي، يعني هو زي ما قلنا الميزه الوحيده عند الخصم او الفريق المقابل زي دياز هو طبعا تسديد خارج المرمى او الاعتماد على المهارات الفرديه. ده شكل احنا شفناه. احنا دلوقتي الهدف امام ليفربول في المباراه الاخيره اللي كان تعادل 1-1 بيورينا الشكل الارتداد الترانزيشن عندهم والكاونتر اتاك بيعملوه ازاي من التكتل الدفاعي لسه شايفينه في الحاله اللي قبلها اللي هو 5-4-1. هنا الكره في نص الملعب، يعني عايزين نشوف سون وكين، يعني دايما لما كنا بنشرح في البيلد اب او الكاونتر اتاك دايما بينزل واحد فيهم من نص الملعب بيبدا يفتح مساحات، يعني احنا لو هنمشي سيسون طبعا هو كمان عنده استعداد ليه، احنا عايزين عينينا هنا على سيسون هو المفتاح. الصوره دي بتورينا هو لسه فين، هنا الباك الشمال عند توتنهام ده هاري كين. هاري كين استلم الكوره، دايما هاري كين بسرعته وبذكائه بيعمل سكاننج بيشوف الملعب بشكل خاصه، هو انت عملت ثنائيات حلوه ثنائيات مع سون وكين يعني دايما فاهمين بعض. دايما سون يا كابتن هاني هو اللي بيقطع في العمق، لما بيقطع في العمق بالشكل شايفينه بياخد معاه 2 3 بيفضي مساحه كبيره جدا، ده اللي هنشوفها في الصوره اللي بعد كده للباك الشمال هنا سيسنون بيكمل، وهاري كين طبعا هيدخل لجوه هيقطع لجوه بالشكل ده. شوف سيسن راح فين، خلاص شوف سون خد الاثنين ودخل بيه وفتح مساحه طبعا للباك الشمال عشان يخلق مساحه للتسجيل. بالظبط كده، هم دايما مشهورين بالحته، هو ده نقاط القوه عند كونتي في التحولات او الترانزيشن. دايما كلوفيسكي زي ما قلنا دايما كلوفيسكي بيلعب دور كبير جدا، ان هو بيقف بيعطل المنظومه الدفاعيه عند الخصم، هو مش عارف يروح يمسكه ولا سون اللي دخل في العمق فتح مساحه كبيره جدا هنا لسينسون. لو احنا هنكمل هنشوف طبعا خد الكوره، الكوره اتلعبت بسرعه جدا في المساحه الفاضيه ليه على طول سون ظبط نفسه عشان الاوفسايد، خد مساحه خد مكان ضرب الدفاع بشكل كبير جدا. الفكره اللي انت بتتكلم عليها محمد ان حتى لما بيكون في مفيش كثافه عدديه لكن التحركات هي بتخلق المساحه يعني صحيح. التحركات احنا كنا لسه شايفين سون وشايفين هاري كين، دلوقتي كمان هاري كين لعب في المساحه الفاضيه رجعت، واعتقد طبعا كان بصاها طبعا بصاها لسون، وده هدف سون في مرمى ليفربول. ده الشكل اللي متعودين عليه دايما في الترانزيشن في الصراعات دي، طبعا على طول بقى وش في اتجاه المرمى واحرز هدف توتنهام. هدف رائع وتحليل رائع محمد، لان زي ما بقول لك في ناس كتير ما بتشوفش الشغل التكتيكي، يعني دايما الشغل التكتيكي ما بيبداش في الثلث الاخير، دايما الثلث الاخير ده الثلث النهائي الفينشنج، لكن ما قبل لما نوصل للثلث الاخير في شغل كتير جدا بيتعمل، وكونتي عامل شغل كويس تفاصيل يعني تفاصيل. 56 هدف في 27 مباراه في الدوري الانجليزي مع كونتي، طبعا رقم كبير جدا بيورينا اهميه الفريق. طيب اتكلمنا على كونتي والصراع ما بين توتنهام وارسنال على مقعد دوري ابطال اوروبا، نروح للارسنال ونجملها الكبير محمد النني. محمد النني بعد يمكن فترات طويله بيظهر بمظهر اكثر من رائع على مستوى ثقه طبعا ارتيتا فيه، بدايه من بيبدا مباريات كبيره بيأدي بشكل اكثر من رائع، خد رجل مباراه بالنسبه لنا وبالنسبه للتقييمات كثيره انه رجل مباراه،
ايه الجديد في محمد النني مع الارسنال الفتره اللي فاتت؟ وكل الجديد في النني هو يكون حاضر ذهنيا. النني في اخر تصريح ليه بدايه طبعا ظهوره والنضج من مباراه تشيلسي ثم مباراه مان يونايتد وويست هام وليدز يونايتد، اخر اربع مباريات ليه طبعا قبل الهزيمه الاخيره من توتنهام، ولكن الاربع مباريات السابقه كانت بتورينا ان النني قاعد في على الدكه او في غرفه الملابس مركز تماما مع كلام تيتا في كل كلمة كبيرة وصغيرة بيقولها، وده اللي قاله الحضور الذهني يا كابتن هاني. صحيح. اكون جاهز في اي وقت انزل اخلص مباراة. احنا معانا ارقام للنني هنعرضها برضو سريعا، ولكن انا عندي بعض الصور. النني الراجل بيلعب البول كارينج اللي دايما الركض للامام بالكورة، دايما تلاقيه في نص الملعب قريب جدا من الكورة، المدرب تكتيكيا بيعتمد عليه في حالة الاستحواذ ان هو حتى بيبني ويتحرك بالكورة للامام. الشورت باسس عنده كتيرة جدا، بيباصي للي جنبه، الناس تقول له طب بيباصي الكورة لاقرب واحد، ولكن هو ده البنى في بعض الناس بتنتقد الباصات السهله، لكن خلي بالك البوزيشن بيفرق. انا مش رقم 10 بعمل ريسك. محمد النني الريسك بيبقى صعب جدا في الحته دي، اللي انت بتقول انه بدا كمان يزيد في الحاله ويبدا بالزبط. يزيد في الحاله الهجوميه زي احنا شايفين في الصوره، ده اداله شكل واداله اداء اكتر. دايما بيستلم الكوره بيقلب وشه او بيعمل السكاننج بشكل كبير جدا، وده شهر بيه محمد النني في اخر اربع مباريات اللي قلنا عليهم، دايما موجود النني في نص الملعب، وده عمل حاجه تكتيكيه جدا مع تشاكا نص الملعب زميله اللي بيلعب جنبه في الارتكاز، هو اللي بيدى المساحه طبعا للنني ان هو تشاكا يتقدم يبقى بوكس تو بوكس دلوقتي، وبيساعد ارتيتا في الحته التكتيكيه. دايما بنشوف النني قريب من الكوره، دايما اي وجود الكوره الاريا اللي فيها كوره او الزون اللي فيها كوره دايما النني دايما متواجد، دايما بيسهل اللعب على حامل الكرة طبعا. ده مهم جدا، وهو ده مهم جدا، ده انت بتبني عليه اي مدرب بيحب يعتمد على طبعا بتتكلم عليه في حاله وانت معاك كوره وزميلك معاك كوره، زاويه الرؤيه مهمه جدا بالزبط. زاويه الرؤيه بيظهر بشكل كويس في الوقت المناسب الحاله الثانيه الحاله الدفاعيه كمان بيبقى قريب جدا من الاثنين السرد باكين، عامل كفرنج كويس، ولما بيستلم الكوره، وده اللي كنا يعني بنقول ان النني عنده مشكله فيه، انه عنده شويه في البطء من حته الترانزيشن من الحاله اول ما يستلم الكوره، لا بقى عنده سرعه كويسه. صحيح. بعد ما بيستلم الكوره بيبص لقدام ويبدا يلعب الكره لقدام، وده اللي فرق معاه بشكل كبير. بالظبط جدا، ان هو بيبدا يلعب الكره لقدام، بيعمل السكاننج لشهر بيه، ممكن في 10 ثواني في مباراه ويست هام عمل فيهم سكاننج اكتر من مره، سكاننج بمعنى ان هو شايف الملعب بشكل كويس جدا، في طبعا تغيير اتجاهه للمرمى الخصم و توسيع او فتح زوايا للتمرير للفرقه الثانيه. بدا ياخد ثقه ارتيتا خلاص، يعني هو خلاص هيجدد يعني. يا طبعا كلنا نتمنى كل التوفيق، وهو محمد من النوع اللي عايز يستقر، يعني محمد كمان في بعض العروض من بعض الانديه الكبيره في تركيا، لكن اعتقادك واعتقادي انه مستمر ان شاء الله مع الارسنال. طبعا لعب دور كبير جدا في الاربع مباريات الفوز فيهم زي ما قلنا تشيلسي مان يونايتد ويست هام وليدز يونايتد، يعني انا اعتقد محمد النني لو حصل اي تعثر لتوتنهام في المباراه الاخيره هيبقى يكون هو لاعب دور كبير جدا اساسي في وجود ارسنال في تشامبيونز ليج لو يعني تم وحصل فوز لارسنال المباراه القادمه. نتمنى التوفيق لنجمنا الكبير محمد النني، وبنشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. دايما فقره يوم الخميس ديت الاخيره بتكون مميزه معاك، كل التوفيق ليك، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. كمان الشكر متواصل لحضراتكم على المتابعه، وان شاء الله انتظرونا يوم الاثنين اللي جاي ويوم جديد وحلقه جديده من المحترفين.